من فين يا نوح؟ انا قلبت الدنيا كلها عليك، ومين اللي خطفك انت كويس واخبارك كويسه، ومين الراجل اللي معاك ده؟ ايه يا دحش انت؟ ايه هفهمك على كل حاجه. في قلق؟ مفيش قلق، مفيش قلق. اوعى اكون جبت سيره الحاج. مفيش غير عامر وسعفان عشان كنا بنحاول ندور عليك. امان الشيخ مهدي هيقعد معانا كام يوم، وانت جايب معاك شيخ ليه؟ عشان يجرى لنا ربعين. اكتب اكتب. وانت يا عم الشيخ اول حاجه تشيل لنا دجنك دي عشان ما تشبهناش. ايه اللي بتقوله ده؟ تحلق اللحيه لجهاد الهجره؟ هل تعرف انت حكم اللحيه التي تطلب مني حلقها؟ وهل تعرف انت ان الضرورات تبيح المحظورات ام لا؟ وكمان يعني حلق الدجن حرام وجات لي خلقه حلال. انت مخكم محطوط فين؟ محطوط في التتبيله لزوم السندوتشات. مين ده؟ ده الطخ خلق الله، الطخ خلق الله. اكتم اكتم. وانت عم الشيخ عاوز اللي ليكم تسمع كلامي، مش عاجبك اقتلني. وخد بالك انا شغال في محل ذهب كبير قوي، اي جالك هيتشك فيا ومش هعرف ارد لكم حاجتكم. انت بدات التلاعب يا سليمان، بدات التلاعب. انت تدرك اوامر الامير جيدا، ظلي كظلك ورجلي على رجلك. يا عم الشيخ انت هتنزل تقعد على القهوه وهتبقى راجبني طول الوقت. ما تقلقش انا عاوز اسدد ديوني عشان ورايا هم تاني تجيل قوي. لله الامر من قبل ومن بعد، ولكن احذر احذر، خيانتنا تمنها الموت الموت. يا عم ربنا لا يجيب موت ولا خيانه. يلا سفلت لنا وشك ده اللي شبه كارفور. معاك مكنه حلاقه؟ لمين؟ لامي لامي لامي. ما جبتش نوح معاك ليه يا عامر؟ مؤاخذه باشا، يعني انا خالفت كلام عليك وما جبتوش معايا. يا زيد ما اعمل يا باشا. عامر ده ادرجي وترجم على طول ان نوح ده شويه خيش على قش ملوش اي لازمه، الوحيد اللي مهتم بيه حضرتك. احنا عايزين نخلص منه بقى يا باشا. الواد ده لازم نخلص منه، كفايه عليه كده بدل ما هو واكل دماغ ملك على الفاضي. استنى استنى يا خالد، انا في ايه ولا في ايه؟ انا لازم اقول لحضرتك. لا ما تقولش حاجه، اسكت. طيب بص يا باشا، انا جاي استاذن معاليك، سيب لي معلم درويش وعزازي والرجاله اسبوع واحد، وبعون الله هجيب لك النمر راكع تحت رجلك. طب ما انت حاولت قبل كده وما عرفتش برضه تجيبه. لا يا باشا، هو وسع الدايره بره الصاغه. في الاول كان بيقلب ذهب فلوس، دلوقتي بيرغف دم، يعني لازم نغير الخطه. وانا ورجالتي كلهم بسلاحهم هنكونوا معاكم. ورجبت النمر دي هتكون هديه مني ليك يا شيمي. انا همشي عربيه حراسه ورا كل واحد فيكم، وافتح الكاميرات في المحلات والصاغه والمصنع عندي في الغواصه اللي هي غرفه العمليات، كلكم عارفينها طبعا. وقبل ما يضرب اول ضربه نكون احنا مسبقين. انا اللي هيجيب لي رقبه النمر ده هديله 3 مليون جنيه، هرفع المكافاه.